طريقة عمل الفيسبوك أسود. أهلا وسهلا فيكم في شرح جديد على قناتكم تكنو أندرويد. جبت لكم اليوم طريقة سهلة لتحويل الفيسبوك إلى اللون الأسود، طريقة سهلة جدا جدا، أرجو أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. كثير من مستخدمين الأندرويد أصبحوا يرغبون اللون الأسود في تطبيق الفيسبوك، يعني برجع هذا الأمر لأنه كثير من الناس بيقضوا ساعات طويلة على الفيسبوك، هذا بيخليهم يحتاجوا إلى توفير شحن البطارية وإلى إراحة العين. هذا طبعا بيتطلب أنه يكون الفيسبوك لونه أسود لحتى تتحقق هالشغلتين. ولكن بدي نوه إلى موضوع الفيسبوك، لم تصدر رسميا أي ميزة عن جعل الفيسبوك باللون الأسود، هاي الميزة غير متاحة من الفيسبوك، ولكن رح نقوم بعملها بطريقة أخرى. ولكن بدي نوه إلى أمر آخر، انتشرت نسخة للفيسبوك باللون الأسود، هاي النسخة ليست من شركة الفيسبوك، أنا أحذر من تنزيل تلك النسخة، أي نسخة فيسبوك باللون الأسود احذروا منها. ليش؟ لأنه ما حدا بيعرف مين اللي أنشأ هذه النسخة وشو يعني خصوصيتها، بجوز تكون يعني بتسرب معلومات الإيميل وكلمة السر، لهيك احذروا من تحميل أي تطبيق فيسبوك لون أسود. الطريقة اللي أنا راح أشرحها ليست تطبيق فيسبوك منزل، ولكن النسخة الموجودة في هاتفكم راح نحولها إلى اللون الأسود تماما، نفس الفيسبوك الأسود، وراح تكون يعني باللون الأسود. طريقة سهلة جدا، أول شيء راح تنزلوا إلى الوصف، وصف هذا الفيديو، وراح تحملوا التطبيق اللي تركت لكم رابطه، بتثبتوا هذا هو التطبيق اللي شايفينه، هذا التطبيق هو يلي راح يحول نسخة الفيسبوك في جوالنا إلى اللون الأسود بسهولة. بعد تنزيل التطبيق راح نفوت لي طبعا، نضغط على يعني عطينا عدة خيارات، المهم نضغط قم بإنشاء أول تطبيق خفيف الآن، هي نضغط عليها، يعني خطوة سريعة مش راح تاكل وقت أبدا. طبعا ننتظر هون، طبعا عطانا عدة تطبيقات ممكن نحولها للون الأسود، راح نضغط نحن على الفيسبوك، نضغط عليها، ننتظر شوي. مثل ما ملاحظين تمت إضافة اختصار إلى سطح المكتب، انتهت العملية. نطلع هلا الخطوة الثانية، مثل ما ملاحظين راح ننتقل لهون، مثل ما ملاحظين عطانا نسخة هلأ نزلها من خلال الضغطة هديك، عطانا هاي النسخة الفيسبوك، طبعا لازم تكون نازلة النسخة الأساسية، راح نضغط عليها راح نشوف شلون فتحنا النسخة. طبعا مثل ما ملاحظين هلا اعطانا تسجيل الدخول الى الفيسبوك، راح نحوله هلا للون الاسود بسجل الدخول. طبعا مثل ما ملاحظين اشاره الضغط اللي بالاعلى راح نضغط عليها، راح ننزل للاسفل، وضع ليلي اكتمل بنجاح. مثل ملاحظين أصبح الفيسبوك باللون الأسود، راح سجل دخول. مثل ملاحظين أصبح الفيسبوك باللون الأسود، أتمنى أن يكون نال إعجابكم هذا الموضوع.